في بالتزان عليه الصلاة والسلام، حتى إن بعض الصحابة أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، وقالوا أين يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر أنا أقوم ولا أنام أصلي يعني، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم القائلين كذا وكذا، قالوا نعم يا رسول الله، قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو وتشدد ولا إهمال وتسيب، وإنما التوسط هو المطلوب كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حنظلة رضي الله عنه لقي أبو بكر الصديق فقال نافق حنظلة، قال ما هذا؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نرى رأي العين، فإذا خرجنا عفسنا النساء وكذا وضيعات نسينا كثيرا. فقال إني كذلك ونحن لازلنا كذلك. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا، قال لو تكونوا في بيوتكم وفي طرقكم كما تكونوا عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله كذلك حينما زار أبو سلمان سلمان الفارسي أبو الدرداء ورأى زوجته كان متبذلة، قال ما لي أراك هكذا؟ قالت أخوك أبو الدرداء لم يكشف لنا غطاء وليس له إربة في النساء أو كما قالت. فجلس وأتي بطعام فقال لا أكل حتى تأكل، فقال إني صائم، قال لا أكل حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء معه رضي الله عنه، ثم نام عنده فأراد أن يقوم من الليل فقال نم، فأراد أن يقوم قال نم، فلما جاء الثلث الأخير من الليل قال قم الآن، فقام وصلى. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء قال صدق سلمان، إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزوارك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هكذا عليه الصلاة والسلام يقول القصد القصد تبلغ، أي التوسط في ذلك. وسيأتي بحث من مزيد في هذا إن شاء الله والله أعلم. جزاك الله خير. أبو رضوان تفضل. اللي عندك أنت على الضيف، والضيف ما نشرط عليها. الله يرضى. مرة مفتوح لها المجال. ما مفتوح لها المجال. الله يسعد. أنا بعطي بس طيب. شيء بسيط عن الوسطية ثم بعد في قصيدة عن الوطن برضو. طيب. طبعا الوسطية هي حق بين باطلين شيخ. بعض الناس يظن أن الوسطية لابد يكون حق وباطل، صراع بين حق وباطل، وهذا لا. الوسطية هي حق بين باطلين. الله جل وعلا يقول في كتابه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. يعني لابد تكون وسط بين هذا وذاك. هذه تقريبا يعني، والمشايخ الله يجزاهم خير عرفوا الوسطية تعريفات طيبة، لكن هذا اللي كان في بالي. لكن في قصيدة وطنية شيخ على بداية اللقاء يوم تكلمتم عن الوطن وحب الوطن، وحب الوطن فطرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خرج من مكة قال والله إنك لأحب البقاع إلي، ولو لم يخرجوك أهلك منك لما خرجت. وهذه قصيدة يا شيخ لأخونا الشاعر عابد بن دخيل الله الثبيتي بصوت يا أبو رضوان أبشر، من أخويانا في تبوك الشاعر، يقول يا موطن التوحيد عز الدين، يا راية التوحيد خفاقه، يا راية التوحيد خفاقه، يوم الوطن غالي على الغالين، ونفوسنا لهدوم مشتاقه، ونفوسنا لهدوم مشتاقه، يا سيدي يا خادم البيتين، أبشر بشعب يا حمي الساقة، أبشر بشعب يا حمي الساقة، أبشر بشعب قف، أبشر بشعب فالقس واللين، ما ينثني عزمه
وعظم ساقه ما ينثني عزمه وعظم ساقه دون الوطن وعده عهد ويمين أرواحنا للموت سباقه أرواحنا للموت سباقه سلامتك روح صح ماني قايل لك يا ابو الله يرضى عليك شوي بس الحارث يجيب له جنوبيه ابو عبد الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد. حقيقه الموضوع اليوم موضوع حقيقه كبير وجميل وهو اصل الاسلام واصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالوسطية هي ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، والوسطية في الاعتقاد وفي المعاملات وفي العبادات. ففي الاعتقاد يعني سريعا، ففي الاعتقاد يعني ليس هناك غلو عند بعض الطوائف وبعض الخرافيين، هذا غلو في يعني في أوليائهم وصالحيهم وفي عبادة الأحجار والأشجار وكذا، هذا غلو. والتفريط في العبادة في الاعتقاد أنهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعبدوا الله جل وعلا حق العبادة. والوسطية في العبادة أن لا يكون هناك إفراط أو تفريط، يعني لا يكون هناك غلو في العبادة. يعني يأتي واحد كما وهذا موجود مثل في السنة النبوية ذكره الشيخ جزاه الله خير سعيد، وحديث آخر لي أظنها أم المؤمنين أسماء أو حفصة أنها وضعت حبلا بين ساريتين في المسجد، زينب وضعت حبل بين ساريتين، فقال ما هذا؟ قالوا هذا لزينب إذا كسلت أو ضعفت تتعلق فيه، قال حلوه وأرشدهم فليد يعني الإنسان يعني ما قدر عليه، لا تكلفوا أنفسكم إلا ما قدرت عليه، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهنا في العباده الانسان ما يشق على نفسه اكثر مما امره الله سبحانه وتعالى، ولن تكون افضل من الصحابه في العباده، انما عبدوا الله جل وعلا على ما قدروا عليه. والانسان يعبد الله على نشاطه وعلى قدرته وعلى حسب استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم. فالانسان يعبد الله على ما يقدر عليه، لكني أشق على نفسي لأجل أكسب أجر، لا، هذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم. فهذه قضية مهمة جدا. بعض الناس يشد على نفسه في العبادة، والله أنا أكون أفضل، حتى قال أحد السلف سأعبد الله جل وعلا مثل الملائكة. طبعا قوله مرجوح أو قوله يعني ليس صحيح 100%. هو نعم عبادة قوية، لكن يبقى انظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى فعل الصحابة في العبادة. أيضا في المعاملات، الإنسان عندما يتعامل مع أحد، يتعامل مع الزوجة، يتعامل مع الأبناء، يتعامل مع، وأعطيكم مثل بسيط، يعني اليهود عليهم لعائن الله الحائضة جلكم الله إذا حاضت اعتزلوها تركوها، لا يأكلونها ولا يشاربونها ولا ينامون معها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع نسائه وهم حيض جلكم الله، بل كان يضع رأسه في الصحيح في على رجل عائشة وهي حائض، وكان يأمرها تتزل ويبشرها وهي حائض. فانظر الى الوسطيه، اما اني اعتزل المراه اقول لا والله يا حائض لا. والتفريط في ذلك والافراط في ذلك ان بعض الناس جلكم الله ياتيها وهي حائض، وهذا محرم ولا يجوز، لا هذا ولا هذا. افعل مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في عبادته وفي معاملاته وفي وهذا واعتقاده وهو الصحيح الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الاصل في الوسطيه والله اعلم. جزاك الله خير ابو محمد. اللهم صل وسلم. تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. مشكله ان الظباء انصادت الان عقب هالمشايخ ما شاء الله، الصيد واجد ما شاء الله، يعني خذوا الموضوع كله. لكن ابا يعني من التحضير للموضوع صراحه وقراءتي فيه وجدت ان اللي يتكلم بالوسطيه دائما كبار العلماء وكبار المشايخ وكبار يعني اللي يعطونها حقها. اذا الانسان يعني بغى ياخذ هذا العلم او يفهمه كما هو المصطلح
وجد ان يعني اللي يرويك فيه حقيقة هم كبار العلماء والمشايخ. الأمر الآخر طبعا ما أنا متكلم عن الوسطية لأن الأخوان أوفوها، لكن في قصة غريبة يعني أتأملها دائما وتحدث فيها، لكن قبل لا أدخلها نعلم أن الوسطية تكون بين شهوات وشبهات، والشبهات تتمثل بالغلو دائما، والغلو أثر على الأمة أثر يعني كما نشاهد ونسمع ونقرأ أثر سلبي إلى أبعد الحدود. ولعلنا لا تكلمنا على الغلو أول ما نتذكر فتنة عثمان بن عفان رضي الله عنه وما تلاها من الفتن. فأنا أتعجب دائما عندما أقرأ عن عبد الرحمن بن ملجم كيف قتل علي بن أبي طالب الخليفة الرابع صهر رسول الله الصحابي ثالث من أسلم. لكن عبد الرحمن بن ملجم هذا وشو؟ هذا رجل أسلم في مأرب في اليمن وأخذ العلم عن معاذ وهاجر إلى المدينة في عهد عمر، ويقال أن عمر بن العاص طلب فقهاء فأرسل عمر بن الخطاب إلى عمر بن العاص ووصاه قال اتخذ له بيتا بجانب المسجد ليعلم الناس القرآن والفقه. ها نعم. إلى الآن ما شيء مضبوط، وضعه تمام. وجد من؟ وجد شخص اسمه عديس، عبد الرحمن بن عديس. اي نعم البلوي، هذا ممن شاركوا بالفتنة في قتل عثمان، ويقال انه صحابي. شوف التدرج، الفتنة الغلو فأثر عليه. فلما أثر عليه تعلمون يعني القصص، وصار يعني ترى أول ما بدأت الفتنة في مقتل عثمان بدأت من مصر على فكرة. فأثر عليه فصار مع الخوارج اللي يمشون. فبعدين اغتر بما لديه من العلم وقال يعني حنا يعني مع اللي اجتمع معهم يقول حنا أنا نبي نقتل علي لئلا يفني الناس في حروبه من فكره وتصوره. فحصل منه ما حصل وقتل علي رضي الله عنه في الصباح بضربة سيف على رأسه، سيف مسموم. الرجل هذا من شدة الغلو اللي هو فيه يعني كان يقول إذا جيت تقتلوني قطعوني يعني قطعا لا تقتلوني مباشرة. طبعا مما يورد أن علي قال إن عشت فأنا ولي دمي وإن مت فضربوه ضربة بالسيف كضربتي. شوف العدل سبحان الله حتى وهو على يعني فراش الموت. فكان هذا يقول لا قطعوني قطع عشان أشوف شلون أنا أموت في سبيل الله. فشوف التسلسل العجيب، لما قتل قال فيه قصيدة عمران ابن حطان الخارجي. هذا عمران ابن حطان الخارجي من رواة الحديث أيضا، له حديث عند البخاري خارج، لكنه مؤمن أن هذا شغله يعني مضبوط وأنه صح. فقال في بيتين يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. شوف الغلو وين وصل. علي بن أبي طالب مبشر بالجنة، ربيب الرسول، ثالث من أسلم. فشوف شلون الغلو قلب المفاهيم عندهم. ثلاثة الآن أنا ذكرت ثلاثة يعني إذا ذكرتهم في الدين يعتبرون من خيار، لكنهم خوارج. اللي منهم الرسول قال فيهم يمرق أحدهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لكن في المقابل رد عليها أبو الطيب الطبري الشافعي، رد عليه في عام 450 هجري يعني بعد هذا، يقول يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم من ذي العرش أركانا، إني لأذكره يوما فألعنه دينا وألعن عمران بن حطان، عليك ثم عليه الدهر متصلا لعائن الله إسرارا وإعلانا، هم من كلاب النار جاء بذا نص الشريعة برهانا وتبيانا. فأنا يعني وضعت هذه القصة ليتبين لنا أثر الغلو والبعد عن الوسطية في مآسي على الأمة. طبعا القصص كثير يعني لو بنذكرها المجال لا يتسع لها، لكن هذه مقدمة أدخل معكم فيها بهالمجلس، وعسى الله يوفقكم. جزاك الله خير. أبو معاذ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس.
فالوسطية يا إخواني عرفوها المشايخ ما قصروا والله يجزاهم خير وتكلموا عن هذا الأمر، لكن الوسطية هي بين الغلو وبين التساهل والمعاصي ويعني الانحراف. فمن كان على الرسول صلى الله عليه وسلم على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الصحابة رضي الله عنهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فمن كان على منهج محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو المنهج الصحيح، فلا غلو ولا تطرف، يعني لا 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 تطرف ولا انحلال. فنحمد الله عز وجل أن جعلنا من هذه الأمة من أهل التوحيد ومن أهل الطاعة، وكذلك اصطفانا الله عز وجل وجعلنا من أهل السنة والجماعة، وكذلك نحمد الله عز وجل جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فمنهج محمد صلى الله عليه وسلم هو الطريق الصحيح، من أخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم نجا من الانحراف ومن الإفراط، من الإفراط والتفريط. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ودائما يا أخواني الإنسان يسأل الله عز وجل اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق وأن يدلنا عليه، وهذا والله أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم. والديك بارك الله في مكان بذكر الله بدا، ما بدا بالغنية والمعازف والطبول، ما بدا بالغنية والمعازف والطبول، ولا بدا بمهترة تنبها سب وردا، طعن فالانساب ما ادري تلاعب العقول، طعن فالانساب ما ادري تلاعب العقول، واجمع الله بين الاصحاب في خير وهدى، وضمهم ثوب الامن والهنا عرض وطول، وضمهم ثوب الامن والهنا عرض وطول، كل مسلم بحياته بالخيار اقتدى، وامتثل لأوامر الله وما قال الرسول، وامتثل لأوامر الله وما قال الرسول، كل مسلم في حياته بالخيار اقتدى، وامتثل لأوامر الله وما قال الرسول، وامتثل لأوامر الله وما قال الرسول، من سعى بالخير ما تذهب أعمال السدى، بشره بالمغفرة والسعادة والقبول، بشره بالمغفرة والسعادة والقبول. سلامتكم. لأن الربع كلهم يعني أفادوا وأجادوا في هذا الموضوع. طيب ما شاء الله. الشعر هذه الله يسلمك. الشعر دائما نقول رسالة سامية. الله. بعض الناس الله يفتح قلبه في بيت شعر. نعم. ويذكر لي بذكر قبل هذه بس مداخلة، أحد الأخوة يذكر سبب صراحة هو ابن عمه بسبب بيت شعر سمعه في البادية، ما ولا شاف الشاعر ولا شاء الله ما سمع قصيدة. صحيح. فكان القصيدة يتكلم عن الدار الآخرة وعن القبر وعن الأعمال الصالح وعن، فيقول يوم فكرت ولي والله أني موقفت أعمالي كملها. الله المستعان. يقول أزيد، يقول أنا إجازة، يقول بحضر بكرة، قال بحضر بالبكرة على الضابط، قلت أنا أستاذنك بروح الموضوع كذا كذا وبصلح أنا وابن عمي قبل الموت. الله. قال أنت صادق؟ قال ها رح معك. كم تبي؟ قال أبي لي يومين. قال لا معك أسبوع. نعم. دام فيها صلح تستاهل رح. فيقول مشيت،
يقول مر المدينة وأخذ واحد من كبار ربعنا خويا معيه علشان أنا يوم نجي الرفيدنا ولي والله أنه خاطر يسبح. يقول أنا الحين ما أدري وش أقابل من الرجال. نعم. من الرفيد اللي قدامي. قال يوم أني جيت وقلت عنده وشاف الرجال وحيابه ورحبنا قلنا بد حنا هذا موضوعنا شايف تدعطينا طلبنا ولا ما حنا متقبل عندي. قال أصلا أنا من الأساس وأنا والله أني متردد وأن ودي أني أروح له أصلا. سبحان الله. سبحان الله العظيم. فكل منهم قال الدنيا ما تسوى حنا متخالفين على أبونا الطفاس دنيا ما تسوى. فبسبب قصيدة وبسبب يا تصلح الله عز وجل صحيح بينهم. فحقيقة يعني حنا موضوعنا اليوم موضوع حقيقة جميل وكل منا محتاج أنه يكون على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللي يروح يمين يهلك واللي يروح يسار يهلك اللي يغلو يهلك واللي يقلل يهلك إلا من كان على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا حتى في الحديث قال هي ما علي أنا وأصحابي نعم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد. فمن خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن خالف هدي الصحابة رضي الله عنهم هم من نقلوا لنا الدين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فاعتبر الإنسان خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أنه ينتبه. والإنسان حتى يفوز بجنة العرض السماوات والأرض لابد يكون لها طريق يصل إليه، ولا من ما كان على هذا الطريق ما يمكن يفوز ولا يمكن يصل إلى مبتغاه ويصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ويفوز برضا الله عز وجل والفوز بالجنة في الآخرة. صحيح. نعم. كثير من الناس ما يعرف النواجد هي السنن في الأخير. نعم مؤخرة الأسنان. إيه لأنها لو كانت في الأمام قد تكون خروجها سهل، لكن هذا من سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مجامع الكلم فقال النواجد لأن إذا جت هنا خلاص معناه. نعم. وهذا من شدة حصن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف أن سوف يأتي من يفرط وسوف يأتي من يغلو وسوف، فلذلك عضوا عليها بالنواجد. النواجد داخل الأسنان واللي أمن الشد عليها قوية. نعم. ما هي مثل أبو أيوب نحترف الفطور. يقول نحترف الفطور عشان نجرب على أجل الفطور. لا تعضون على بالنواجد خلكم بلا نياب. الله يفقنا وإياكم أجل أعمالنا أعمالكم خالصة الكريم. ما شاء الله القصيدة من أبو حاتم والصوت الجميل يعني واستنادة على من أبو حاتم دائم جميل. أي والله أي والله كلام الدرر مشهود له أصلا الله ينفع به ويكتب له الأجر من سنين وجار للوالد ما شاء الله أبو حاتم. ما شاء الله ونعم الجيرة ونعم الخوة ولا مهنت في الباقين. أي والله يعني سبحان الله هذه الضحكات وهذه الابتسامات تأجرون عليها لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في استشهاداتكم لا من حديث ولا من قصيدة. سبحان الله ودي أقف على يعني نقطة مهمة تهم المشاهد والمشاهدة وتهمنا جميعا ذكورا وإناثا، هو الوسطية والغلو والتنطع. تأكد تمام التأكد أنه ليس خارجا من الدين، هو في الدين. الوسطية نريده في الدين، التنطع كان في الدين، الغلو كان في الدين، ليس خارجا من الدين. لا يأتي إنسانا الآن يشاهدنا قد يقول الوسطية بمفهومه الخاطئ الذي لا بد ويجب وجوبا أن يصحح أن يخرج من الدين ويقول أنا في الوسطية. انتبه أخي الغالي وأختي الغالية يا من شاهدنا أن ننتبه إلى أن الوسطية أصلا هي من صميم الصراط المستقيم. كما أننا نقول في الآية الرابعة في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم أنك أنت تسأل الله الوسطية، لأنك بدون الوسطية لن تعيش ولن تفوز ولن تفلح. النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إخواني في حديث رواه ابن عباس في صحيح مسلم وهو أول حديث وهو على ناقته القصواء وداخلا إلى هذه المدينة التي تشرفت الأنصار كلهم باستقباله بعد هجرته المعروفة في شريف علمكم. تخيل وهو على ناقته ويتسابقون على خطام الناقة ويأتي أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه ويمسك بهذا الزمام
ويقول دعها فإنها مأمورة يا أبا أيوب. قال يا أيها الناس انظروا إلى هذا الحديث الجميل. أنا أقول هو 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 معنى الوسطية باختصار. يا أيها الناس أفشوا السلام، أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. الله أكبر. هذا معنى الوسطية يا إخواني باختصار. وإذا أتينا إلى المخالف من المتنطعين، أو حتى نعرف من هو المتنطع، هو الذي يغالي حتى بأقواله. يعني تجده أصلا إذا أردت أن يتكلم أمامك في الدين تجده يتنطع، لا تفهم له يعني معنى ولا تقوم له قائمة، وتخرج من دائرة النقاش وجلوسك معه بلا فائدة. يعني الله جل جلاله سبحانه وتعالى لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لهذه الوسطية، قال وما أرسلناك إلا رحمة الله. إيش معنى رحمة يا إخوان؟ هل هو فقط أن خروجه من الكفر إلى الإسلام، أو خروجه من الضلالة إلى الهدى؟ لا، هو معه حتى يموت. ولذلك لما سمعنا من الشيخ ما شاء الله استشهد بحديث حنظلة، هذا هو، أن تعرف ما هو المطلوب منك في هذا الدين. وأختم إخواني في 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 فقرتي إلى سؤال الله المعونة والتوفيق. إذا لم يكن عونا من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. متى تسأل الله التوفيق؟ كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه، لا تسأله بكيفك، انظر كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني. وهنا يا إخواني هنا نحتاج اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا إخواني قضية الوسطية قضية حياة بمعنى الكلمة، قضية حياة. في بيتك تحتاج إلى هذه الوسطية، في أسلوبك تحتاج إلى هذه الوسطية، تعاملك مع أقرانك تحتاج إلى الوسطية. اليوم نسمع كثيرا من الأبيات الجارحة ويستشهدون بها الشعار والمنشدين في قضية الآهات والآلام والأحزان والمفارقة، وقضية الكبت، وقضية الكآبة والاكتئاب، وقضية الشيء الذي يخالف النفس البشرية وارتياحها النفسي. تجد يقول والله يا أخي هذا عاندنا، وهذا قطع أرحامنا، وهذا كذا وهذا. هذا والله يا أحباب الكرام أنه مخالف للوسطية. لماذا؟ لأننا لنكون واقعيين، لنكون وسطيين، حتى وسطيين في اعتدالنا في كلامنا. أنت من أخطأت وبالغت في قضية المحبة، أنت من أخطأت وبالغت في قضية المجاملات. يا أخي الدين هذا لا يحتمل المجاملات، الدين هذا لا يحتمل المجاملات، يحتاج إلى أن نفهمه حتى نطبقه. يقول وأنا ماني بشاعر، مثل ما يقول عندي مشاعر. واحد مبيشي يقول الدين واضح، ما يبي زود توضيح، نفس نطبق دين ربي حضيضة. الدين واضح ما يبي زود توضيح، نفس نطبق دين ربي حضيضة. فكل ما طبقته في حياتك، كل ما انتهجت على المنهاج العلمي الشرعي واستندت إلى كلام العلماء زي ما قال أخوي أستاذنا الشيخ جمال في قضية يعني الرجوع إلى العلماء، لأن المعنى طويل ويحتاج إلى دواوين ودروس. لكن لعلما أحاط بالعنق يكفي من القلادة، وهذا والله أعلم. جزاك الله خير أبو فهد. الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مثل ما ذكر الشيخنا أبو جمال جزاه الله خير، مشكلة أن الكثير منا ما يرجع إلى العلماء، أنه يأخذ بعلمه. وبعض الناس إذا أتاه الله شيء من العلم أو حفظ شيء اعتبر نفسه عالم. أنا أذكر كنت أناقش أحد الشباب، خرجوا نسأل الله سبحانه وتعالى يعفو عنا وعنهم، خرجوا عن هذه البلاد وعن منهج هذه البلاد، خرجوا إلى خارج هذه البلاد. كنت أناقش في الأمور هذه تناقش بها، فمن ضمن ما قلت ترى هذا رأي الشيخ ابن باز. فوش رد علي؟ قال ابن باز رجل ونحن رجال، وأنا أعرف إن شهادة السادسة ابتدائي. فإذا بلغ الإنسان هذا المبلغ انتهى الأمر، نسأل الله العفو والعافية. احتقار العلماء، احتقار العلماء، وأخذ برأيه.
أن الذي قتل علي بن أبي طالب أخذ برأيه أن يسأل الله العفو والعافية. هو كان ترى كان يعلم الناس القرآن، يعني أشرف علم علم القرآن، كان يعلم الناس القرآن، لكن أخذ برأيه أن يسأل الله العفو والعافية، ثم ازداد عنده الأمر حتى بلغ ما بلغ، نسأل الله العفو والعافية. ونحن كفينا، ولا الله سبحانه وتعالى أنزل آية اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص أنت الدين واضح ما يحتاج إلى زيادة. اليوم كل يوم أحد يأتينا بزيادة. الأمر الآخر أن بعض الناس يعتبر الاعتدال غلو، هذه مصيبة الآن، أن كونك تصلي الصلاة الخمس في المسجد أن ترى عندك شيء من الغلو، نسأل الله العفو عليك. أنت تصير واضع ثوبك على السنة أنت عندك شيء من الغلو، أنت مطيل، لا نسأل الله، هذه مصيبة هذه. فأصبحوا حتى بعض الناس في فكره القاصر نسأل الله العفو والعافية يعتبر أن التمسك بدين محمد صلى الله عليه وسلم أن غلو، نسأل الله العفو والعافية. فهذه مصيبة، لا، ما التمسك بدون محمد صلى الله عليه وسلم هذا المطلوب منه، وأن عليه نحيا وعليه نموت وعليه نبعث، ونسأل الله أن يثبتنا عليه. كم من الناس كانوا، ولذلك من أكثر ما دعاني النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لأن بعض الشيء الثاني بعض الناس يغتر بما وصل إليه خلاص، والمشكلة أن اللي حوله يحيطونه بهالشيء هذا، ما شاء الله الشيخ فلان، فأصبح ما عاد يقبل إلا كلمة شيخ، لو تقول له فلان وجد في نفس الشيء، وهذا من الغلو نسأل الله العفو. لكن وش النتيجة؟ إما أن ينحرف وإلا أن يضيع في متاهات، نسأل الله العفو والعافية. الحمد لله رب العالمين، وبالذات في هذه البلاد المباركة، نسأل الله والله من نعم الله علينا سبحانه وتعالى أن جعلنا من أبناء هذه البلاد المباركة. الخير بين والشر بين، المساجد موجودة، العلماء موجود، خطب الجمع موجودة، الفتاوى ومن علماء يؤخذ بعلمهم، ولله الحمد والمنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من مات منهم ويطيل في عمر من بقي منهم على طاعته. فنحن مكفيين ولله الحمد والمنة، نأخذ من هذا المنهج الصحيح، نأخذ من هذا المنهج اللي مشى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من كان من بعده من الصحابة رضي الله عنهم، والله سبحانه وتعالى متكفل بحفظ هذا الدين. الحمد لله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يوفقنا وياكم ما يحب ويرضى. آمين. فعلا نحمد الله عز وجل أن في هذه الدولة المباركة، الدولة السعودية أخذت على عاتقها بداية من محمد بن سعود ودعوة محمد الوهاب رحمة الله عليهم، إلى الآن أخذت على عاتقها نشر الدين الصحيح. ففي كل يعني من فضل الله عز وجل انتشر الخير الحمد لله بسبب هذه الدولة المباركة، براكز الدعوة وبراكز من فضل الله عز وجل في كل البلدان وفي كل الأقطار، تجي أماكن تجد الحمد لله الخير موجود، وسببه سبب هذا الخير وسببها نشر السنة هو هذه البلاد المباركة. نعم، لا شك، نعم، وحماية هذا الدين، حماية هذه السنة، الله عز وجل جعل في جهودهم البركة، نسأل الله أن يوفقهم وأن يبارك في جهودهم وأن يحفظهم دخل الإسلام والمسلمين. ذلك من حمايتهم جزاهم الله خير الدين في هذه البلاد. الآن تجد منهج صحيح، نسأل الله العفو والعافية، وتجده. هل يوجد عندنا قبور؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. هل يوجد عندنا أضرحة يطاف عليها من دون؟ بل حتى في المسجد الحرام قبل حكم الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى كان هناك أربعة مؤذنين وأربعة أئمة، حتى اللي يشوف الصورة القديمة صورة الكعبة يجد أربعة، لأن كل منهج أو كل مذهب له مؤذن خاص وله إمام خاص. في وقت الصلاة تقام أربع جماعات يصلون الحنابلة ثم يصلون الحفاظ، حتى جاء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، وهذه من حسناتهم الكثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزغل. ثم قال تحت إمام واحد وتحت مؤذن واحد وعلى منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أبو محمد، الحمد لله، كمل على الموضوع علشان يتكامل، وإن كان الموضوع طويل جدا ويحتاج إلى تفاصيل، لو دخلنا في زاوية منه يحتاج إلى زوايا أخرى. لكن باختصار، أهل السنة والجماعة هم الأمة الوسط في الدين. إحنا نقرأ اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا اليهود ولا النصارى، اليهود الذين ضلوا على علم، ولا الضالين اللي هم على جهل، النصارى الذين ضلوا بجهلهم. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم وفي هذا، وكذلك أمة وسط في أن آمنا بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. هناك منهم من آمن ببعض وكفر ببعض، آمنوا برسول وكفروا برسل آخرين.
فأمة محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. اليهود آمنوا بموسى وكفروا بغيره، وكذلك النصارى. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا برسولنا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بجميع الرسل، وكذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة وسط في الاعتقاد. في اعتقاد، فنأخذ مثلا على سبيل المثال في الأسماء والصفات، هناك من الأمم أو هناك من الملل والطوائف من نفوا الأسماء والصفات عن الله تبارك وتعالى، وهناك من أثبتوا الأسماء لله والصفات لكن على وجه التمثيل، وأهل السنة والجماعة توسطوا في ذلك. أولئك نفوا عن الله سبحانه وتعالى وغلوا، وأولئك شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، قالوا له عين وله وجه وله لك كوجه أحدنا وكعين أحدنا. أما أهل السنة والجماعة فقالوا لا، نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وأن له صفة السمع وصفة البصر وله صفة الرحمة، لكن صفة تليق بجلاله جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين القدرية والجبرية، والذين نفوا القدر والذين جبروا الإنسان على فعل نفسه وقالوا أنه هو كالريح في مهب الريح، وأولئك قالوا هو مجبور على فعل نفسه، والذين قالوا لا قدر ولا نفوا حتى عن الله سبحانه وتعالى العلم، وأهل السنة والجماعة توسطوا في ذلك وقالوا له اختيار وله مشيئة، ولكنها بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهم كذلك وسط بين المرجئة والخوارج، فالخوارج كفروا أهل الكبائر وقالوا من سرق أو زنى أو كذا فهو كافر مخلد في النار، والمرجئة قالوا لا، من آمن فهو كغيره إيمانه كإيمان أي إنسان، كإيمان أبي بكر وكأعبد الناس. أهل السنة والجماعة قالوا لا، هو مؤمن لكن ناقص الإيمان، أي من عمل معصية، من عمل معصية فهو مؤمن ناقص الإيمان وهو تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه وإن شاء غفر له. وأولئك الذين قالوا هو في النار، يعني حكموا عليه بالنار، يعني الخوارج قالوا إذا عمل معصية كبيرة فهو خارج عن وهو كافر، ويكفر صاحب المعصية ويكون كافر. أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي، وإنما يقولون هو مؤمن فاسق بمعصيته أو بكبيرته ناقص الإيمان. وكذلك هم وسط في كل شيء، حتى في محبة الصحابة، هناك من الطوائف من غلوا في الصحابة في أهل البيت فجعلوهم حتى صاروا يعني يرفعونهم عن منزلتهم وكفروا بعض الصحابة، وهناك في المقابل أهل الحرورية والناصبة الذين ناصبوا العداء للصحابة، وأهل السنة والجماعة توسطوا في ذلك فقالوا الصحابة لهم قدر الصحبة ولهم شرف الشرف الأول وهو لهم مكانة، ولا نرفعهم عن منزلتهم ولا ننزلهم عن منزلتهم، فأنزلوهم المنزلة الصحيحة. هكذا أهل السنة والجماعة هم وسط في كل باب، في الوسط مطلوب في كل شيء، الوسط مطلوب في كل شيء. مثلا مثال ذلك حتى في الأعمال، في الأعمال اسمحوا لي يعني أعطيكم شيء من هذا أنا أضفته علشان ما هذا إن وجدته، وإن ما وجدته فإن شاء الله نجيبه في. فمثلا الحلم، الحلم وسط بين إيش؟ بين الغضب وبين الخبر وكذا. الشجاعة بين التهور وبين إيش؟ الذل والجبن. يعني الجود، ها؟ وكما قال الله سبحانه وتعالى في الإنفاق قال والذين إذا أنفقوا لم إيش؟ لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهم وسط في الإنفاق، لا تبذير وإسراف ولا بخل وشح، فهم وسط في هذا.
إذن هم وسط في الأبواب كلها يعني، لكن الإشراف والتبذير عفوا الغلو والإفراط له زباين كثير وإن كانوا قليلين يعني، خاصة في العبادات الحين يعني ما نشوف أحد يصوم النهار ويقوم الليل وكذا، قليلين وإن كان فيه موجود قد يوجد هذا. لكن الذي نريد نتكلم مثلا عنه الآن الإفراط التساهل، الإفراط والتساهل وعدم المبالاة والإرجاء، الإرجاء الحين خلاص بعض الناس نسأل الله العافية يفهم الوسطية بشيء مفهوم آخر، يقول خلك وسط، لا تكون مطوع مطوع متشدد متشدد، ولا تكون يعني مدحدر مدحدر، خلك وسط، ويفهمون الوسط بشيء مفهوم خاطئ. لا، الوسط هو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. أما أنك ترتكب معصية وتقول هذا وسط، هذا ليس بصحيح، ليس وسط. يقول خلك يعني ربي دقن بسيط كذا خفيف، وخلك يعني حليل كذا ها قدوري على ما يقولون يعني، لا ما ليس هذا الوسط. والنساء تقول خلك يعني امرأة كذا وخليك وسط، لا تكون يعني متشددة ولا تكون، بعضهم يقول صوفي ها، لا تكون صوفي ولا تكون، يجيبون أسماء من عندهم. الوسط في النساء عائشة رضي الله عنها أمهات المؤمنين، كذلك في الرجال محمد صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا بين طرفي نقر، إما إنسان يعني ينحرف يعني ينحل نسأل الله العفو والعافية وينحدر إلى المعاصي، أو إنسان يتشدد في هذا، والوسط هو المطلوب، وفهم الوسطية هو المطلوب. يعني أنك تقع في معصية تقول أنا وسط، هذا ليس بصحيح، وأنك تتشدد في طاعة الله وتخرجها عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وهلك المتنطعون، وقال عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا، وقال الله جل وعلا والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فديننا هو يدين اليسر. المسافر له رخصة، من كان صائما يفطر، ومن كان يصلي الرباعية يكسرها ثنتين، وكذلك في دين الله سبحانه وتعالى يسر. لكن لا نفهم من هذا اليسر ومن هذا التساهل أنك تقع في المعاصي وتقول هذا هو الوسط، هذا هو الذي أريد أن أنبه عليه. لا، الوسط هو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله أعلم. جزاك الله خير أبو رضوان. سمي عن هذه قصيدة الوالدنا الشاعر والشيخ محمد بن مليف السبيعي. نعم. يقول ما عليكم زود، يقول ألا يا الله إني طالبك وانتهى المطلوب، يا عل إحسناتي فوق ذنبي تغطيها، معي نفس تحداني وأنا حدها بسلوب، وشيطانها نحداه ولا بيغويها، قهرناه باللي فازعته ترحم المذنوب، حليم كريم زلت العبد يخفيها، ترى حسن اللحية يقولون له منكوب، خلقها عظيم الجاه وله توديها، خلقها عظيم الجاه ما هي بلاك عذروب، وعذروا بها الحسان وأحسن تخليها، عطاها كرامه فوق ما جات تحت الثوب، رفع قدرها خلاقها يفتخر فيها، وحط الرجال بصوب وام الحريم بصوب، وعطى اللحيه الرجال والبنت معفيها، توعدتها بالموس ما انتب لها مغصوب، تشكوى على خلاقها من رويعيها، لكن نستمع نصحي وحذرك تصبح طوب، ترى الطوب سمع النصيحة وناسيها، وتمت ذكرنا مقاسم الرزق والمكتوب، ذكرناه بأولها وذكرناه تاليها. سلامة.
والها وذكرناه تاليها. جزاك الله خير على القصيده حقيقه، وتحث على اتباع السنه. تاج راسك. كل ما اتبع المسلم حجر صلى الله عليه وسلم يوجر. وين تعلم من زمان يا ابو؟ يوجر على اتباع السنه، ويوجر على اي شيء تعمله على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعت السنه فتوجر عليه. قال احد الاخوه في احدى المحافظات حلاق، كاتب الحلاق حلاق اللحيه الغانمه. قال وين حلاق اللحيه الغانمه؟ ايش طلع؟ مصيبه. وفعلا اي خلاص يقول حلاق اللحيه الغانمه، كيف تصير كيف يجتمع الاسم مع الفعل؟ نسال الله العفو. اللهم حقيقه فعلا كل لسان يسال المسلم عموما يصير تاجر من تجار الحسنات. يا سلام. الحين الواحد الان اليوم من سوى او عمل سنه من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يجر عليه ولا ما يجر؟ نعم. واليوم انه خالف سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ياثم ولا ما ياثم؟ فيصير انسان دائما تاجر الاخره، كل ما تعمل سنه كل ما تزود حسناتك وتزود، وكذلك يزود الايمان عندك. لازم تبين الان واذا خالف السنه ياثم ولا ما ياثم؟ حكم. نعم. لا كل ما ياثم يعني اذا كانت سنه يتفعلها ولا يعاقب تاركها. طبعا لكن اذا كانت السنه المؤكده الواجبه. نعم. السنه فيها واجبه. كلما الانسان عمل عمل عليه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يؤجر فيه فيعمل الانسان. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخل الجنه الا من ابى. من ابى؟ قال من ابى يا رسول؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. هذا اللي تقصده. ابو عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ما شاء تبارك الله. المشايخ اثروا الموضوع حقيقه، لكن اعرج على كلام الشيخ جمال والشيخ ايضا على موضوع اللي هو سبحان الله عدم الرجوع لاهل العلم وعدم العلم عموما. يعني اغلب اقول حقيقه المتطرفين والخارجين عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعن منهج الدوله هم قليل العلم وهم ضعاف في العلم، بل كما تفضل الشيخ انه ما عنده ابتدائي ولا عنده متوسط، واذا اخذ الثانويه يعتقد انه خلاص صار عالم. فهنا مشكله في الجهل، يعني ما عنده علم ويعتقد انه على حق وانه صح وان عقله هداه الى العلم الشرعي. وكما تفضل الشيخ انه يعني لما تناقش واحد مثل هؤلاء سبحان الله يقدح في المشايخ والعلماء، يقول الشيخ ابن باز هذا احنا مثله، ولا يدري ان الشيخ ابن باز يعني علم الامه 50 سنه قاضيا وعالما وامام رحمه الله عليه. فللاسف الشباب الصغار لو سالته عن ادنى المسائل الشرعيه ما عرفه حقيقه. وهذا اقول هذا سبب الجهل او عدم العلم، اقصد اودى بهم الى التطرف والى عدم الوسطيه. فالذي عنده علم شرعي يعرف ما هو الأصل والصح والوسط في العبادة وفي الاعتقاد وفي المعاملات، لكن من كان جاهل ما يدري، مسكين يعتقد أنه على حق وأنا على صح. وهذا أكثر الجهال، هذا وضعهم حقيقة. ولعلي أستحضر يعني حادثة حصلت لي أنا. كنت أنا في المدينة مرة ذاهب قديم، يعني كنت في رمضان أصلي في المدينة. المهم سبحان الله العصر بعد الصلاة كنت أحب أبغيت أروح إلى دورة المياه جلكم الله والسامعين والمشاهدين، أبا أروح أتوضأ. وأنا رايح وقبل لي واحد شاب أنا رأيته أنه من أهل البلد، قابلت الولد وقفت في وجهه وقفت السلام عليكم. قال عليكم السلام. وش الولد هذا ليش أنا وقفته يا إخوان؟ لابس عمامة ولابس ثوب بنجابي وحلق الشنب على الصفر ومتكحل وشعره طويل. أنا قابلته أنا قلت هذا إذا كان أجنبي أو من دولة غيرنا أنا عذرت وسلمت عليه ومشيت. إذا كان من أبناء يعني بلدنا بلدتنا أي أبا أتوقف معه. السلام عليكم. من هنا أخ؟ قال من هذه المنطقة. ما شاء الله حياك الله، بسك سؤال لو سمحت، ممكن صغير عمره يمكن 19 او 20. ما كان عليك عقال؟ انا ولا هو؟ لا 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 ما قلت له لبس اللي عليك هذا. وش لبس له؟ قال هذا لبس السنه. الله. ايه الان هو الان يعني يبغى يعلمني. ها طيب. يعتقد اني انا ما اعرف شيء. يقول هذا لبس السنه.
قلت طيب يا جماعة العمام هذه سنة؟ قال نعم سنة. يا سلام. والشعر قال نعم سنة. والاكتحال سنة. وحلق الشنب سنة. واللبس هذا سنة. قلت طيب جزاك الله خير. طيب الشيخ من باز رحمة الله عليه. فهم غلط الأخ. أنت أعلم له أعلم؟ قال لا شيخ باز عالم. قلت الشيخ باز ليش ما لبس مثلك؟ ومشى بين الناس والتقى مع الأمراء والحكام والعلماء، ليش ما لبس مثلك الشيخ باز؟ الشيخ باز يعني يعرف ولا ما يعرف؟ قال يعرف. قلت يعني هو جاهل الشيخ؟ قال لا مو بجاهل. قلت كيف هو ما لبس وأنت لبست ليش؟ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، الشيخ صاحب الفوزان، قال الشيخ ليش ما يلبسوا مثلك؟ ليش أنت لبست يعني أنت عرفته وما عرفه؟ قال لا هي هي فضيلة. الله. قلت يعني أنت عرفت الفضيلة والسنة وهم ما عرفوا؟ قال لا هم عرفوا. قلت يعني هم عرفوا ولا طبقوا؟ وقال والله ما أدري. قلت لا يا أخي الكريم اسمع مني وأعطيه ما بطول عليكم، أعطيته كل شيء السنة ما هي في لبس العمامة، في الاكتحال، في إطالة الشعر، في حلق الشنب، في اللبس هذا كله. قلت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت اختصارا النبي صلى الله عليه وسلم قبل يمكن في الجاهلية كان يلبس إزار ورداء ويركب الحمار، ولما بعث لبس إزار ورداء وركب الحمار. تغير شيء؟ قال لا. قلت طيب ليه ليش بتغير؟ قال لا، قال لي أنا هذا من عادة القوم. قلت الحمد لله وصلنا إلى النقطة المهمة، عادة القوم. فأنت أخي الكريم هذا اللي فعلته هذا خطأ، هذا ليس من السنة، ليس من فعل النبي. قال النبي فعل، قلت النبي فعل عادة قومه وليس تعبدا. يجب أن تعلم ما هي العبادة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ويأكل ويشرب تعبدا وليس عادة. قال إيه. قلت نعم، إيه نعم، لابد تتعلم، وهذه من القاعدة الفقهية. وهذا أيضا يا شيخ أحمد يعدون من أهل العلم من لبس الشهرة. هذا لبس الشهرة من يعني؟ لما تتميز أيوة قلت عن هذا في الشهرة. إيه هذا من لبس الشهرة مثل نصف الساق. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلنا إلى 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 لبسه صلى إذا أردنا لبسه نصف الساق. لما سأل ابن عمر قال إلى العقب أو إلى الكعب، إلى الكعب. فتخيل ما بين هذا. طيب الآن لو أتينا ولبسنا نصف الساق لا عدة من لبس الشهرة. نعم. وهكذا. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله. المهم قلت له هذا فعلك خطأ الآن يا أخي الكريم. جزاك الله خير. كن على السنة، كن على فعل النبي. فيجب عليك أن تتعلم وتعرف الحق وتعرف السنة. الولد الحمد لله يعني جزاك الله خير، قال جزاك الله خير وراح. فشوفوا هذا الولد كان يعتقد أنه هو على الحق، وكل اللي الناس اللي يمشون في الحرم ما يعرفوا شيء، وأنه هو. فإذا هي الإشكالية وشي؟ الإشكالية بالجهل. أغلب من قابلناه من الشباب وعلمناهم وجلسنا معهم في بعض الدروس العلمية وبعض اللقاءات وبعض الدورات يعتقد أنه على حق، ولما تناقش في المسألة ما يعرف أصلا. لما أقول له عطني أصل المسألة يقول وش أصل المسألة؟ أقول عطني أصل المكتب والسنة يقول ما أعرف. بس هكذا أخذ هكذا من تويتر من أي مصدر ما يدري. أقف على الحديث لو سمحت لي. حديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. ترى من 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 من, من عدم الوسطية أنك تتكبر على الناس. بطر الحق اللي هو رد الحق. نعم. وغمط الناس احتقار الناس. ترى هذه ما هي بسيطية ذي. ترى هذا هو الغلو والجفاء. أول شيء أنك ترد الحق. إذا جاءك الحق ترده. مثل هذا الولد الشاب أو غيره أو في أي مسألة في مكان تقول الحق. قال الله قال الرسول. قال العلماء المعتمدين يقول والله ما أدري يمكن ولو ما أدري إيش. وفي قول آخر والمسألة فيها خلاف. طب أنا قلت لك يا أخي قول ابن باز المعتمدين والعلماء المعتبرين يقول ولو. فهنا رد الحق. وغمط الناس احتقار الناس. ازدراءهم. تحتقر المسكين الضعيف اللي في شات، تحتقر المسلم، تحتقر اللي قدامك يتكلم معك. جاب لك مسألة، جاب لك علم، جاب لك مسألة صحيحة واضحة صريحة. لا أحسنت والوسط. الله المستعان. ما هو الوسط؟ أحسنت. أن تأخذ بالحق، أن تأخذ بكلام الرجل. يعني يعطيك يعني الصحابة سمعوا من الصغار. الصحابة عمر بن الخطاب سمع من أبي موسى الأشعري في صحيح البخاري، سمع منه الحديث لأنه ما بلغه حديث عمر، فسمعه وسلم وهو خليفة رسول الله.
احنا اليوم لما تكلم مع احد في مساله وانا اصغر منك مثلا يقول يعني يقول هذا رجل كبير السن لا ولو الله يمكن في مساله فيها خلاف واشتركنا ان احاديث صحيح يا اخي اقول قال الله قال الله وقال الرسول في البخاري في الصحيحين تقول اشتراك شو كيف اشتراك انا اكذبه فالشاهد انه الغلو سبحان الله والتفريط في هذه المساله في ان بعض العقول تعتقد انها على حق. طب انا قلت لك الحق اللي موجود في القرى والسنه وكلام العلماء تقول والله ما ادري كيف تدري ان اقبل الحق واذا ردت الحق فانت غالي فانت جافي اعوذ بالله. فالوسطيه ان تقبل الحق من اين جاءك. ولذلك الانبياء عليهم السلام من قبل الحق؟ سليمان قبل الحق من 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 الهدهد. سليمان قبل الحق من 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 جن. عبد الله سم عفوا جزاك الله. احنا الان وصلنا اذا خلنا نكمل بعد الان بس اقل من دقيقه. انت بدأت تقول الفطور الفطور وشغلنا خلاص وصل وقت الفطور. هو جاب وسطيه جميله جدا بين الكبر الكبر وش هو ولا احتقار الناس وازدرائهم. وش الوسطيه بينها؟ التواضع. احسنت التواضع. تواضع جزاك الله خير. هذا بين الكبر. احنا توصلنا من كلام ابو عبد الله ان نرجع للعلماء فاسألوا أهل الذكر. فأي شيء يشكل على الإنسان لا يأخذ من رأسه يمشي يسأل العلماء. وهالحين وصل مشاهد الكرام وقت الفطور ونقوم إن شاء الله الفطور. نعم وبعد الفطور إن شاء الله نكمل معكم. سلام في المبتدا تسليمة للعموم حنا هنا وانحدى ما عاد
في الوضع نوب ما عاد في الوضع نوب سلامي في المبتدا تسليم مثل للعموم حنا هنا والحدا ما عاد في الوضع نوب ما عاد في الوضع نوب في الواقع أم النجاح والاسم ما ينغوي والاسم ما ينغوي قرب ولا لك مراح بزنس ثلاثة قوي بزنس ثلاثة قوي فرقه تجلى ولا تسمع لرعده دوي مزيج صبر وكفاح يجتازه المعنوي مزيج صبر وكفاح يجتازه المعنوي سلامي في المبتدا تسليم مثل العموم حنا هنا والحدا ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم جينا لكم من بعيد نضيف بالنور نور نضيف بالنور نور معنا القصص والقصيد نوسع فيه الصدور جينا نوسع الحضور نجدد ونستعيد بزن السري الحضور سلامي في المبتدا تسليم مثل للعموم حنا هنا والحدا ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم من جد جد وجاد يلقى لفعل حصاد يلقى لفعل حصاد الصامل اللي صعد حر فخذ الهدى حرنك فخذ الهدى ما في قبل وبعد فيها العلوم الوكال فيها العلوم الوكال بإذن واحد أحد من منطلق واعتقاد من منطلق واعتقاد اللي يشاهد يجد اللي يسر المراد علم وثقافة تشد والمعرفة بازدياد تشد والمعرفة بازدياد سلامي في المبتدا تسليم مثل العموم حنا هنا والحدا ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم سلام في المبتدا تسليم مثل العموم حنا هنا وانحدى ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم سلام في المبتدا تسليم مثل العموم حنا هنا وانحدى ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم في الواقع أم النجاح والاسم ما ينغوي تجلى ولا تسمع لرعده دوي مزيج صبر وكفاح يجتازه المعنوي مزيج صبر وكفاح يجتازه المعنوي سلامي في المبتدا تسليم مثل العموم حنا هنا والحدا ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم جينا لكم من بعيد نضيف الحضور نجدد ونستعيد
صامل اللي صعد حرنك فخذ الهدى حرنك فخذ الهدى ما في قبل وبعد فيها العلوم الوكاد فيها العلوم الوكاد بإذن واحد أحد من منطلق واعتقاد من منطلق واعتقاد اللي يشاهد يجد اللي يسر المراد علم وثقافة تشد والمعرفة بازدياد علم وثقافة تشد والمعرفة بازدياد سلامي في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا وانحدى ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم سلام في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا وانحدى ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم سلام في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا وانحدى ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم في الواقع أم النجاح والاسم ما ينغوي تجلى ولا تسمع لرعده دوي مزيج صبر وكفاح يجتازه المعنوي مزيج صبر وكفاح يجتازه المعنوي سلامي في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا وانحدى ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم جينا لكم من بعيد نضيف والمعرفة بازدياد علم وثقافة تشد والمعرفة بازدياد سلامي في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا وانحدى ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم سلام في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا وانحدى ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم سلام في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا وانحدى ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم في الواقع أم النجاح والاسم ما ينغوي قرب ولا لك مراح بزنس
تجلى ولا تسمع لرعده دوي مزيج صبر وكفاح يجتازه المعنوي مزيج صبر وكفاح يجتازه المعنوي سلامي في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا وانحدى ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم جينا لكم من بعيد نضيف بالنور نور نضيف بالنور نور لعنا القصص والقصيد نوسع فيه الصدور جينا نوسع تسليم جل العموم حنا هنا وانحدى ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم سلامي في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا وانحدى ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم في الواقع ام النجاح والاسم ما ينغوي صبر وكفاح يجتازه المعنوي مزيج صبر وكفاح